درنا المسح التوبوغرافي ديال جميع المنطقه وكملناه. هذه عام ونص باش كملناه ووضعناه، راه هنا اشارات وزاره الاوقاف سوكوفير ديال السلطه المحليه، وفي عندنا نسخه من هادشي. مشى المسح التوبوغرافي، مشى الاحصاء ديال كل وحده وحده ونوع النشاط اللي كدار فيها وفوقاش السلك اللي استغلها ونوع البنايات اللي عليها، ولكن هادشي بحال اللي كنكبوا الماء في الرمله. من بعد هذا وذاك السيد ناظر يناور بجميع الطرق الملتويه، حيث انه بعض المرات يلجا باش كيصيفط مراسلات كتقول بان السيد يجي يخلص الكره ديالو اللي كيتسلى واحد 3 شهور ولا 4 شهور، مع العلم ان الناس ديك المنطقه كانوا كيخلصوا على 3 سنين و4 سنين، حتى واحد ما كيتسول فيهم. دابا الا تعطلت شي شهرين كيصيفط لك كيقول لك اجي تخلص، وملي ما كتمشي تخلص ما كتلقاش اللي يقبض عندك الفلوس، وكيعطيك اجل ديال 8 ايام، الا ما خلصتيش غيرفعوا لك دعوه للمحكمه ديال التماطل في الاداء وبالتالي الافراط. ملي كتمشي للنظاره كتلقى القباط يقول لك معليش كناش، راه حقا كناش غادي نجيبو جديد، او كتعيط للقباط يقول لك ودي راني ما كاينش تما راني مسافر، باش يدوز عليك الاجل ديال 8 ايام، وبالتالي السيد الناظر كيرفع بك دعوه ديال التماطل والافراط. هذه كلها مناورات يعني يندلها الجميع. على هذا الاساس هذا دار المكتب ديالنا اجتماع رسمي، هذه واحد 15 يوم، وخدينا فيه قرار باش غنشوفوا السيد الناظر ونجلسوا معاه طاوله الحوار، نشوفوا ما مدى ايمانه بالاتفاقيه اللي نعم علينا بها سيدنا واللي اشر عليها الوزير ديال الاوقاف. فحاولنا نشكلوا واحد اللجنه سميناها لجنه المساعي الحميده، فيها 10 ديال الناس الصناعيين في المنطقه والناس اللي كيتعرفوا بواحد الشكل وازن في المنطقه وعندهم غير على المنطقه وكيشكلوا واحد المناطق اقتصاديه قداش كيشغلوا يد عامله قداش في المنطقه. حاولنا نمشيو عنده باش رسموا الزياره ديالنا عنده. طلبنا من رئيس المحكمه يعطينا عون قضائي يمشي يرسم الحوار اللي غيدور بيننا وبين السيد الناظر. فعلا خدينا الموافقه ديال السيد رئيس المحكمه الابتدائيه، مشينا مع السيد العون، دقينا باب الناظر ما لقيناش السيد الناظر. طلبنا من الكتيبه، الله يعطيك السر الساده، راه جينا بمعيه عون ديال مفوض قضائي باش نجلسوا مع السيد ناظر نعالجوا معاه بعض المشاكل ونشوفوا التطورات في وصل هذا الملف ديال التسويه العقاريه الخاص بالمنطقه باء وجيم. قالت لنا ما كاينش، قلنا لها ما كاين حتى مشكل نتسناوه شويه، قالت لنا يقدر يتعطل عنده شي التزامات، قلنا لها ما كاين مشكل. عطاها السيد العون التليفون ديالو قال لها فوق ما جاي عيط لنا غنتسناوه حتى 3 العشيه، مشينا عندهم 10 الصباح ما جاوبنا السيد ناظر، ما قلب فينا، ما عيطش على السلطه المحليه يقول لها قدر مات، لان السلطه المحليه راه شريك في هذا الملف هذا. والسيد يعني العام هو الموقف دابا ديال السلطات المحليه من هذا الحاله ديال التماطل، هذا هو دابا اللي حنا كنتسائلوا فيه. بيني وبينك السيد العام قطع معنا اشواط كبيره في هذا الملف هذا، ولكن ما عرفتش دابا كلشي ساكت على هذا الملف هذا، ما عرفناش شنو فيه، واش هذا الملف غادي ينجحوه ولا كلشي ساكت عليه على الملف هذا، كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. حنا كنتسائلوا بيناتنا، لان ما يمكنش حنا يعني السيد العامل فاش جا السي عبد الغني الصبار الله يجزيه بخير نصب راسو هو رئيس هذه اللجنه ديال تنزيل هذه التسويه، ولكن لحد الان منين فضينا منطقه الف في شهر 11، حنا راه شهر 6 ديال العام الاخر، هذه 7 شهور باش جات المساله، ولا اجتماع دار مور هذيك مور ذاك التاريخ. حنا نتساءل، السيد العامل خصو ياخذ مبادره، لان هذه راه مصلحه اجتماعيه اقتصاديه قداش المدينه هذه، راه ما يمكنش ان الدوله كتقلب تخلق احياء صناعيه تخسر عليهم الملايير وما كينجحوش، وهذا حي صناعي قائم الذات كيشغل ما يقارب 3400 يد عامله وفيه 280 مول خريط، 280 وحده صناعيه انتاجيه، وحتى واحد ما كيفكر ينجح هذا المشروع هذا. وهاد الناس كلهم اللي كيقول لك في المنطقه ديال الجيم راه مستعدين يخلصوا، ما مستعدينش يدوا ديال الاوقاف فابور. كما كنقول في التصريحات ديالي، درنا احنا الجمعيه كندافعوا في نفس الوقت على المصالح ديال الاوقاف، لان هي صاحبه الملك، والمصالح ديال الناس اللي انتدبونا كرئيس ديال الجمعيه هذه. حنا راه ما جيناش باش نديو الارض، وهاد الناس اللي فوق هاد الارض هذه راه ما سرقوهاش، هاد الناس كيتواجدوا في هاد الارض قبل ما تجي الاوقاف. كاين اللي كيتواجد في السبعينات، كاين اللي جا في الثمانينات، كاين اللي جا في الربعينات كاع ايام الاستعمار وساكن تما، كاين اللي خلق تما وباه مات تما بقى هو تما وارد تما ديك الارض هذه، هذوك الناس ما تراموش على الارض هذه. هاد الناس جاو
كانت ارض خلاء يعني كل شيء اجتهد واستثمر فيها، كل شيء اجتهد وخسر فلوسه فيها، عمر ما كانوا كيعرفوا ديال الاوقاف. ولكن نهار فجت الاوقاف راه ما هضرت حتى مع شي واحد. الاوقاف جات 97، فجت الاوقاف 99 عمرها ما قالت شي واحد شنو كدير اسيدي تما. الى حين الربيع العربي الناس كتستثمر فلوسها كتصرف فلوسها حتى الربيع العربي، وبامر من السلطه المحليه السيد الوالي السابق هو اللي امر الاوقاف باش دير منازعات قضائيه في الاراضي ديالها. عاد تحركت الاوقاف كتقول لك شنو كدير انت، فين كنتي انت، اش كدير انت. كنقول بان الاوقاف حتى هي في قدر ما تقصرات في هذا الملف هذا، ولكن اللي طلع عطاه اللي طلع عطاه، حنا استمرنا خسرنا فلوسنا، ولدنا ولدنا تما، كبرنا تما، ولكن حنا موجودين باش نسول الوضعيه كما امر بها سيدنا الله ينصر، يعني ديال الاوقاف ديال الاوقاف وديال الناس ديال الناس. وهذيك الارض عمرها ما كانت خلاء، من جهه الاوقاف لقاتها كلها مبنيه، فيها ما يفوق عن 6700 وحده سكنيه، وفيها ما يفوق عن 300 وحده انتاجيه صناعيه، كلها بالوريقات ديالها، كلها بريجيست كوميرس، كلها بالضو ديالها، كلها بالاناره ديالها، كلها بالواد الحار ديالها، كلها بالتليفون ديالها. وكاين فوق هذا وذاك اداره عموميه كاع دارت فوق الارض ديال الاوقاف، كاين الجماعه ديال المكناس، كاين الجماعه ديال الزيتون، كاين المستوصفات، كاين المدارس، كاين المقاطعه 16، كاين المقاطعه 17، يعني هادشي كله دار فوق الارض ديال الاوقاف. يعني لا زعما الاوقاف حتى هي قصرات، حنا ماشي كنمشي دابا اللي طلع عطاك كما نقول لك، ولكن حنا موجودين باش نسول الوضعيه. الارض ديال الاوقاف ملك الاوقاف والزينه ديالنا، وحنا مستعدين نستمروا ونحطوا فلوسنا ونفكوا هذا المشكل هذا. اخير ما يمكننا نقولوا هو كنطلبوا من السيد عامي صاحب الجلاله، لانه هو المسؤول الاول على الرعايه ديال صاحب الجلاله في هذه المدينه هذه، وما نبغيوش حنا المشاكل تكون في هذه المدينه هذه. هذه المشاكل هذه المدينه هذه عندها تاريخ عريق، يعني حنا نحافظوا على استتباب الامن فيها والامان. والسيد العامل راه هو المسؤول الاول على هذا الملف هذا بصفته رئيس اللجنه ديال التتبع وتنزيل هذه الاتفاقيه. كنطلبوا منه يعيد على السيد ناظر ونديروا واحد الطاوله حوار ونخرجوا بهذا الملف لبر الامان. وشكرا.